يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من أمريكا يقول أعمل في محل بيتزا حيث أقوم بتوصيل طلبات البيتزا للبيوت، مع العلم أن هذا الطعام يحتوي أحيانا على لحم خنزير، فهل فعلي جائز؟ لا، ما يجوز لك تبيع لحم الخنزير ولا مشتقات الخنزير ولا ما فيه لحم خنزير، ما يجوز لك هذا حرام، هذا حرام، ولا تبيعه ولا تكن عاملا فيه وتوصله، هذا حرام عليك. نعم.